بعد تتويج المنتخب الروسي للناشئين ببطولة أوروبا، أصبحت البطولات المحلية للصغار تحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية والآسيوية. ومن هذه البطولات دورة لوكو فوتبول التي شهدت رقما قياسيا من حيث المشاركة. بدوره أكد رئيس دوري الفئات العمرية في روسيا فيكتور غورلوف أن الاهتمام بالصغار هو الحل الأمثل لخلق جيل من اللاعبين المتميزين. يلعبون كرة القدم على أرفع المستويات. صغار بأعمار الورد جاءوا من كل حدب وصوب، جاءوا للتنافس فيما بينهم على لقب دورة لوكو فوتبول العالمية لكافة الفئات العمرية، وها هم طرف المباراة النهائية في حصة تدريبية برفقة أندري بوفليتسكي بطل العالم لكرة القدم الشاطئية. هذه الحصة التدريبية تختلف عن غيرها من حيث طريقة التدريب، لكنها تحمل في طياتها هدفا نبيلا، وهو لفت انتباه الصغار إلى الرياضة وطرق ممارستها، وخاصة في كرة القدم، بالإضافة إلى زيادة الثقافة الرياضية لدى الصغار. أكثر من 2000 فريق محلي وعالمي تنافسوا خلال الأسابيع الماضية على لقب هذه البطولة التي تعتبر المرحلة التدريبية الأساسية لانتقاء اللاعبين ممن سيشارك في التنافس على لقب دوري أبطال أوروبا. الانتقاء مسؤولية كبيرة وتحتاج إلى جهد مضاعف، لكنني سعيد بأنها تشارك في بناء الأجيال. الاتحاد الروسي لكرة القدم أصبح في الآونة الأخيرة يصب اهتمامه بكثرة في دعم المدارس الكروية ليكون الدوري المحلي للصغار نقطة تلاقي عشرات الأندية والفرق من شرق روسيا إلى غربها. السيد فيكتور غورلوف رئيس دوري الصغار لكرة القدم، شكرا جزيلا لكم على إتاحة الفرصة للحديث معكم. دعونا نبدأ مباشرة بهذا السؤال، ما هو الدور الذي يلعبه اتحاد الفئات العمرية في تحضير لاعبي المستقبل؟ مهمتنا الأساسية كانت وما زالت إقامة البطولات للصغار ورفع شعبية هذه الرياضة لديهم. منذ 20 عاما لم أكن أتوقع أننا سنصل إلى هذا المستوى من حيث عدد الفرق المشاركة. ففي عام 94 من القرن الماضي كان عدد الفرق المشاركة 46 فريقا، واللاعبون الذين مثلوا تلك الفرق آنذاك يلعبون اليوم في الأندية العريقة وفي المنتخب الوطني كيوري جيركوف مثلا. أما اليوم فعدد الفرق التي تشارك في هذه البطولة وصل إلى أكثر من 2000 فريق، وهذا ما يقدم دعما كبيرا لقاعدة ممارسي كرة القدم في روسيا. ما هي برامج التدريب التي استحدثت في الأندية والمدارس من أجل اكتشاف المواهب والمحافظة عليها؟ في مثل هذه المسابقة تجرى عملية البحث عن المواهب الصغيرة في رياضة كرة القدم، ونسعى دوما أن يشارك في البطولات جميع الفرق الروسية الموزعة في 115 مدينة، وهذا كي لا نفوت أي موهبة. طبعا في معظم المدارس الكروية تعمل فرقا مختصة من المدربين بأفضل الوسائل العصرية على اكتشاف المواهب وتدريبها، كما وتابعنا منذ فترة وجيزة كيف توج المنتخب الروسي للناشئين ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم، وهذا يدل على جدية الفرق في عدم تجاهل المواهب الكروية. كيف يتم اختيار اللاعبين في الأندية والمدارس الكروية ضمن هذه الرغبات الكثيرة؟ عملية اختيار اللاعبين سابقا كانت حقيقية أكثر من الآن، حيث أن الصغار كانوا يلعبون في الأحياء وللهواة عموما، وكانت عملية انتقائهم تجري بأبسط الأمور، ومنهم أسماء لامعة كالحارس الأسطوري ليفياشين. أما اليوم فعملية انتقاء المواهب تجري خلال الدورات والمسابقات أو من خلال ترشيح المدارس الكروية لقوائم اللاعبين الموهوبين، والأهم من هذا كله هو تلك الفرق التي تدرب تحت رعاية الأندية الممتازة التي تلعب في الدوري المحلي والدوريات الأوروبية. ما هي الأهداف التي تسعى إدارة دوري الصغار إلى تحقيقها؟ هي طبعا نفس الأهداف التي يسعى الاتحاد الروسي لكرة القدم إلى تحقيقها، وفي مقدمتها تحسين وضعية الملاعب وأماكن التمارين. وفعلا الاتحاد الروسي لكرة القدم يستحق جزيل الشكر والاحترام على المجهود الكبير الذي يبذله في هذا المجال، وهذا الشيء ملحوظ حتى في المدن الصغيرة، حيث أن ملاعب العشب الاصطناعي أصبحت تحظى بأرضية جيدة وهي معدة لإجراء التمارين عليها. أما
الموضوع الآخر الذي نسعى إلى تحقيقه ونحن في صدده الآن فهو إقامة البطولات على أرفع المستويات وبمشاركة أجنبية أيضا لتبادل الخبرات، وأخيرا رفع مستوى المدربين المحليين. ما هو انطباعكم عن حدث اليوم؟ عندما أحضر مثل هذه المسابقات أتذكر طفولتي وأعود إلى الوراء إلى تلك الأيام التي كنت ألعب فيها كرة القدم. ما يعجبني في حدث اليوم هو أن المشاركة فيه ليست محلية فحسب، بل هي عالمية، وكما شاهدنا المباراة النهائية جمعت بين فريق روسي وآخر ألماني. شكرا جزيلا لكم.